اهلا وسهلا معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم راح نتكلم عن خدمة اللايف كنترول وكيف يتم التحكم في اللايف كنترول عن طريق الكنوبس، والكنوبس مربوطين بزرار الاساين من هنا. كيف توصل اللايف كنترول؟ منيو رقم واحد، تروح على اللايف كنترول تطلع لك الصفحة هذه، راح تضبط كيف ثلاث كل كنوبس في ثلاث شغلات. الحين الكنوبس رقم واحد تضغط مثلا رقم واحد للخدمة، تحط المكسر ريفرب اند كورس، وبروح اضبط رقم الخدمة اثنين في الستايل، احط الستايل مثلا ان اوف، وكذلك الرقم ثلاثة نفس الطريقة، وكنوبس رقم اثنين بنفس الطريقة. بعد ما تضبطهم تطلع اكزيت، تروح هني تضغط الحين هني تتحكم، تشوف كيف تضغط على الاساين تنتقل عندك الخدمات اللي انت مضبطنها. شوف تضغط على ساين تختلف عندك شاشة رقم واحد ورقم رقم واحد. انا بحط الحين مثلا هاي مخصوصة الريفرب في الصوت، سمع الصوت شوف عادي. الشغلة رقم اثنين في شوف في الستايل، طبعا راح الحركة يستخدمونها في الدي جي. بعد تروح على رقم ثلاثة، كذلك فوليوم في التراك ستايل. بهاي الطريقة علمتك كيف انك انت تختار وتضبط اللايف كنترول بالطريقة اللي انت بها. عندك الكنوب زين تحط فيهم ست خدمات، وإلى اللقاء في معلومات جديدة.